هلأ كل شي رح يكون تمام. أنا صلحت لتريا وصار فيكن تكملوا هلأ. شو ما صلحت المولدة؟ مهيني نزعت كل شي، نزعت كل شي. مهيني؟ رحت لشغلها ما لقيت بنزين بالمولدة، كل البنزين متسرب. يعني أنا ليش ما حسبت هيك حساب؟ في عنا عرس بالبيت وهلأ الدنيا صيف وأكيد رح تقطع الكهرباء، ليش ما دبرت كل شي؟ الحق علي بهي الشغلة. هو غلطك بأنه ما خليت بنزين احتياط للمولدة، وممكن تكون مهيني يلي سربت البنزين من المولدة، بس مهيني بدها تقطع الكهرباء عن المنطقة كلها. هاي مهيني وبتقدر تعمل أي شي. أنا حكيت مع شركة الكهرباء، قالوا لي في مشكلة كبيرة بالمحولة وبدها شوية وقت. هنن عم بيحاولوا يصلحوها. بس كيف مهيني بدها تعطل المحاولة؟ لكن شو التفسير أبارجيتا؟ هاي مو صدفة، مستحيل تكون صدفة. فكري فيها، تعطلت محاولة الكهرباء وقطعت عن المنطقة، والبنزين بالمولدة كان مليان وفجأة تسرب كله وطار. كيف تسرب؟ أكيد مهيني اللي عملت هيك. أوف. شو عم تعملي؟ شو بدك تساوي؟ بدي إياكي تتزوجي أرجون. اليوم أرجون رح يتزوجك لإلك، مولديشا. اسكتي. بابا. وطي صوتك أحسن لك. نفذي وبس. شوفي هالمرأة وشوفي هاي، شغلتهم القتل. إذا ما سمعتي كلامي يا بنتي رح نضطر نصرف دم كتير من عيلتك. ما فيكي تتخيلي شو رح يصير. ووقتها انتي رح تكوني السبب بكل شيء. صار شوب كتير يا أشميت، شو مو حاسس؟ اسمع أشميت، نحن مضطرين نمشي، ما رح نستنى أكتر من هيك، لهون وبس. ما حدا بيروح، استنوا دقيقتين وبلا صوت. سيد سينغ، سيد سينغ. اللي أشميت؟ شو اللي عم بيصير؟ معقول يصير هيك شيء؟ وأنا اقترحت عليك من قبل وترجيتك نحجز فندق 5 نجوم ونزوج الأولاد هنيك، بس أنت ما سمعت مني. وشوف شو اللي صار. وشو قلت لي وقتها؟ رح تساوي بيتك 5 نجوم ورح تعمل أحلى ترتيبات وأحلى ضيافة وأحلى خدمات. وين كل هالشي؟ هي هي ترتيباتك الممتازة؟ هي الكل مشوب والكهرباء مقطوعة والمولدة خربانة وضيوفي صار بدهم يروحوا وما لهم قبلانين يستنوا ولا لحظة. معك حق، بس يلي صار خارج عن إرادتنا. صدقني رح صلح المولدة، عطيني بس 5 دقايق مو أكتر. خلصنا بقى شوي الحكي. حطيتني بموقف محرج كتير قدام ضيوفي وكله بسبب حضرتك. بس قولك ما رح تفهمني. اهدوا لو سمحتوا، ما عاد بدنا مشاكل، خلونا نكمل المراسم لأنه تأخر الوقت كتير. ايه ماشي، شو رأيك؟ حل مشاكلك. خلينا نكمل المراسم هلا. تعال. وينك أبو؟ تعالي أبو، رح نكمل المراسم. بس يا حكيم كيف بدنا نكمل بالعتمة؟